التوجه نحو التصدير نهج يعول عليه في رسم وجه جديد للاقتصاد الوطني، وهو ميدان تتقاطع فيه خمس قطاعات وزارية اجتمعت اليوم لتنصيب المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات كآلية لوضع تدابير الكفيلة بإزالة العقبات أمام ولوج الأسواق الخارجية بالمنتوج الجزائري الذي يزداد تنوعا. هو الهيئة العليا اللي غادي تشرف تحت رئاسة السيد الوزير الأول على كل القرارات اللي نتخذوها في مجال ترقية الصادرات خارج المحروقات. وكذلك المجلس هذا عنده وثيقة عمل، وثيقة العمل تاعو هي الاستراتيجية الوطنية لترقية الصادرات. كما تعلمون خدمنا عليها عندها عام ونص، احنا نخدموا على هذه الاستراتيجية بمشاركة، كان فيه سياسة تشاركية بمشاركة كل المتعاملين الاقتصاديين، وخرجنا بورقة طريق. ميدان يحتاج لتضافر جهود جميع الشركاء لتوفير كل المستلزمات بما فيها وسائل وطرق النقل والسياسات التي تسمح بالوصول إلى السوق الإفريقية خاصة. في الشهور الماضية قمنا بفتح المعبر الحدودي الجزائري الموريتاني، وكذا سوف يكون لنا إن شاء الله في الأشهر القادمة إن شاء الله فتح معبر حدودي جزائري نيجيري إلى جانب كل المعابر الحدودية مع الشقيقة تونس ومع الأشقاء الماليين من أجل دفع هذه الاستراتيجية الخاصة بالتصدير. أدعو من هذا المنبر كل الفاعلين في مجال التصدير من أجل استغلال كل الفرص المتاحة والتسهيلات الممنوحة، مؤكدا لكم أن القطاع يبقى كله أذان ساغية لمرافقة كل المتعاملين خدمة للوطن وازدهار الاقتصاد بلادنا وراحة ورفاهية مواطنينا. وحسب رئيس جمعية المصدرين فإن تأسيس المجلس مؤشر إيجابي طال انتظاره من طرف المصدرين الذين تضاعف عددهم في السنة الأخيرة ليصل إلى 1300 مصدر قد يجدون فيها الأرضية لانطلاقة صحيحة نحو التصدير.